تزداد في الأونة الأخيرة ظاهرة النشطاء الفلسطينيين المنتشرين في الضفة الغربية لا سيما أجزائها الشمالية. المشاهد الآتية من هناك تذكر بالانتفاضة الثانية قبل عقدين وما رافقها من عمليات تستهدف الإسرائيليين المدنيين والمجندين على حد سواء. تنفذ إسرائيل العملية تلو الأخرى للتخلص منهم وحققت نقاطا ضدهم، ومع ذلك هم باقون، أغلبهم شباب في العشرينات من العمر بدأوا بشكل مستقل وهم يتلقون الدعم من فصائل كالجهاد الإسلامي. ما حكايتهم بالضبط وما هو مصيرهم المتوقع؟ إنه جيل جديد من المسلحين الفلسطينيين، نشاطهم يتوسع يوما بعد يوم، وهو ما ينعكس في العمليات الواقعة ضد إسرائيل والاشتباكات الحاصلة في شوارع وزقاق الضفة الغربية. تختلف النظريات والروايات حول صعوده، لكن هناك معطيات وخلفيات تجمع عليها، ولها تبدأ من الاجتياح وما يعرف بعملية السور الواقي قبل عقدين والتي أخمدت عبرها إسرائيل الانتفاضة الثانية. شكل الاجتياح بداية النهاية لحقبة ياسر عرفات ونشاط أجهزته الأمنية المضادة لإسرائيل مقابل تيار آخر في السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس الذي نبذ العنف. نشطاء اليوم هم وليد فترة الاجتياح، كبروا ليروا انسدادا سياسيا وأحلاما متحطمة. ما زاد طين بلة الانقسام الناتج عن صراع السلطة وحماس عام 2007. تفاءل أباؤهم وأمهاتهم خيرا بثورات الربيع العربي، علها حبلت بأمل لقضيتهم، لكنها جلبت دمارا وأشغلت الشعوب العربية عنهم. وخلال تلك المدة تركز عمل الفصائل المسلح في غزة. أما في الضفة والقدس فنمت موجة العمليات الفردية لا سيما في العام 2015 في مرحلة ما بعد التنظيم الذي لم يعد له دور مركزي، من أشهرها عمليات الدهس والطعن. أصبح الصغار كبارا، وفي الأونة الأخيرة نمت الخلايا المسلحة خاصة في محافظات الضفة الشمالية كجنين ونابلس، وهي التي تملك تاريخا وثقافة في مواجهة إسرائيل. حركة الجهاد الإسلامي والتي توارت عن الأنظار في وقت ركزت فيه كل من السلطة وإسرائيل على كبح جماح حماس، اقتنصت الفرصة لتكون من أبرز المساهمين في ضخ المال والسلاح لصالح هذه الخلايا. هذه المجموعات المسلحة وإن بايعت الأذرع العسكرية للفصائل القائمة من كتائب شهداء الأقصى وكتائب القسام وسرايا القدس، فهي لا تتبعها مباشرة نتيجة غياب قيادات مركزية في الضفة الغربية، ظاهرة قد تصعب المهمة على إسرائيل التي تهدد بتنفيذ اجتياح جديد وشامل لاجتثاثهم. حول هذا الموضوع ينضم إلينا سيد لونا فيتار، وهو مستشار الشؤون العربية في وزارة الأمن الإسرائيلية، وأيضا سيد محمود نجيب المحلل المختص بالشؤون الأمنية والسياسية. أبدأ معك في البداية سيد محمود، برأيك ما هو الدافع الأول لظهور هؤلاء المسلحين في مناطق عرفت هدوءا نسبيا في الأعوام الماضية؟ التقرير قدم إحدى الروايات ألا وهي أن هؤلاء هم وليد الاجتياح، ومن كانوا في العام 2014-2015 مراهقين منهم من نفذ عمليات الدهس والطعن، والآن باتوا هم المسلحين المتصدرين المشهد. ما رأيك أنت؟ نعم، غياب وفقدان الأمل لدى الشباب الفلسطيني بحل سياسي وأفق سياسي، ومشاهدتهم لاجتياحات الجيش الإسرائيلي المتكررة، وفي كل اجتياح يزداد عدد هؤلاء المطلوبين والمنخرطين في مقاومة الجيش الإسرائيلي. في كل عملية اجتياح يتم اعتقال زملائهم أو جرحهم أو قتلهم كما حدث، و إسرائيل تستخدم قبضة حديدية مشددة في عمليات الاجتياحات. قبل أيام عندما ذهبوا لهدم منزل حازم رعد في جنين كانت المشاركة من 100 آلية عسكرية، حتى أحد المحللين العسكريين الإسرائيليين كتب لم يبقى جيش في إسرائيل بل كلهم ذهبوا إلى جنين. هذه القبضة الحديدية في فترة ما قبل الانتخابات الإسرائيلية لا يمكن للفلسطينيين أن يفصلوا بينها وبين رغبة القيادة السياسية الإسرائيلية. لكن سيد محمود، هناك من ربما يناقشك ويقول هذه النتيجة، لكن ما السبب للنتيجة؟ هو فقدان الأمل وغياب الأفق السياسي للفلسطينيين. هناك بطالة مرتفعة في شمال الضفة الغربية وخاصة في المخيمات. إسرائيل تتحدث عن تسهيلات اقتصادية، لكنك ربما لا تعرف أن شبان المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية في جنين ونابلس مستثنيون نهائيا من الحصول على تصريح للعمل في إسرائيل أو للسفر، وهناك العديد من اعتقلوا
جرحوا ويعانون من الإعاقة، وبالتالي في كل عملية اجتياح يرون أن زملائهم وأصدقائهم وأفراد عائلاتهم يقتلون أو يجرحون أو يعتقلون، ولا يرون أي أفق سياسي على الأرض، وبالتالي هم وجدوا أن الدفاع أو الانخراط في هذا العمل العسكري هو قد يحقق طموحاتهم في هذا السن وهم شباب في مقتبل العمر بين 15 و25 كما ذكرت كل التقارير وشاهدنا في مرات سابقة. سيد ألون، سيد محمود تطرق إلى نقطة مهمة ألا وهي البعد الاقتصادي. لماذا يتركز هذا النشاط على الأقل وفق ما نراه نحن كصحفيين في شمالي الضفة كجنين ونابلس، وما علاقة البعد الاقتصادي في الموضوع؟ أنا أيضا أنتبه وغيري طبعا أن في الخليل على سبيل المثال ألا وهي جنوبي الضفة الغربية الحالة الاقتصادية ربما أكثر يسرا نظرا لعمل غالبية الناس هناك في التجارة ولهم تصاريح وما إلى ذلك. أنت بصراحة تسأل بشار السؤال المهم، شو هو الجو لهذه الظاهرة، ظاهرة العنف اللي نحن شايفينها في الشهور الأخيرة؟ أذني في كم أجواب، في كم جواب يعني مش واحد. أول شيء أنا موافق مع الزميل إنه عدم الأفق السياسي والطريق البعيد للوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة هي جزء من هي سبب مبرر وأنا موافق معه بالنسبة لهذه السبب، بس هذا مش لحاله. أذني هذا الجيل الجديد، أنت ذكرت في سؤالك إنه غالبيتهم عمرهم 25-22 شباب يعني مش كبار، ما كانوا مشاركين في ما اشتركوا في الانتفاضة الثانية، كانوا أولاد زرار أو أكل من هيك، وما كان لهم دور بالكفاح المصطلح خلال الانتفاضة الثانية. كل جيل عنده مجموعات اللي بدهم يشعروا جزء من الكفاح، بدهم يشعروا إنه إلهم دور بالكفاح الوطني، بس في وهي الاستراتيجية العليا، بس في أكل من هيك، في خلينا نقول مصالح او ايرادات او طموح سياسيه كم شخصيه عفوا طموح شخصيه. الطموح الشخصيه او الاراده الشخصيه الى علاقه لا 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 شخص للافراد مش للمجموعات، مش لشيء وطني، مش لخيار المفاوضات او مش عارف شو. مثل ماذا؟ خلال قبل 20 سنة كان أبو عمار، ياسر عرفات، كانت لو قيادة، المشروع الوطني كان في أولويات الجدول العمل الفلسطينية. اليوم انتهت القصة، أذني كل واحد بفهم إنه نحن مش موجودين في الطريق لدولتين، عشان هيك أذني المشروع الوطني الفلسطيني إله دور بالكفاح الموجود، بس دوره كان أزرار أو أصبح أزرار من السابق. اليوم الأفراد الشباب بدهم يشعروا إنه إلهم دور خلينا نقول محدود معين، مش بالسفينة الفلسطينية العامة، بس إلهم دور في الحارة اللي أو في الشارع، في البلد، في المدينة. سأعود إليك. نعم سأعود إليك سيد ألون. مصطلح المشروع الوطني الفلسطيني هذه حكاية بحد ذاتها ولها نقاشات كثيرة. أعود إليك سيد محمود. سيد محمود، بالإشارة إلى السلطة الفلسطينية، كنا في حقبة ياسر عرفات وانتقلنا إلى حقبة محمود عباس، كيف أثر على الشباب هؤلاء وعلى هؤلاء المسلحين الانتقال من هذه الحقبة إلى تلك، خاصة أننا نتحدث عن حقبة ثانية لا تتبنى خيار العنف أو الكفاح المسلح وسماه ما شئت كما سلفتها؟ يعني الأمر يتعلق دائما بالسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. في السابق الفلسطينيين ناضلوا 55 عام من أجل حق تقرير المصير وأن يحصلوا على دولة، وكان السلام مقابل الأرض، وإسرائيل حاولت هذا مقابل الهدوء والأمن ومقابل الهدوء الاقتصادي أو السلام الاقتصادي على الأرض،
ومن ثم حولت الأمر إلى قضية إنسانية، وبالتالي حولت الأمر إلى قضية خدمات. يعني الفلسطينيين لم يناضلوا 55 سنة من أجل الحصول على تصريح يشتغلوا عمال بنا وزراعة في إسرائيل. وبالتالي إذا تنظر إلى برامج الأحزاب الإسرائيلية للانتخابات القادمة بعد أقل من شهرين، لا ترى أي حزب يذكر الموضوع الفلسطيني. إسرائيل تتجاهل وجود الفلسطينيين وإنهم بجوارها، هي معنية أن تعمل تطبيع وعلاقات مع الإمارات ومع المغرب ومع السودان، ولكنها تتجاهل وجود 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية ومليوني فلسطيني في قطاع غزة. سيد محمود، أعتذر المقاطعة، ما تقوله مهم، لكن أنت لم تتطرق إلى سؤالي. أنا أتحدث عن السلطة الفلسطينية، أنت قلت إسرائيل تتجاهل. طب انظر إلى السلطة الفلسطينية، لو تدخل مناطق كمخيم بلاطة في نابلس، متى آخر مرة كان هناك مسؤول في الصف الأول في تلك المناطق؟ هم لا يعترفون أصلا بمحمود عباس، هم يقولون نحن فتح ياسر عرفات. هذا أيضا له وقع وأثر كبير، أليس كذلك؟ الإجراءات الإسرائيلية على الأرض أضعفت السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة اقتصادية، إسرائيل تقطع جزء من أموال الضرائب كل شهر، وبالتالي السلطة الفلسطينية من شهر نوفمبر الماضي حتى اليوم تدفع 80% من رواتب موظفيها ال 170 ألف موظف، وبالتالي الأزمة الاقتصادية إسرائيل مسؤولة عن جزء منها. الأزمة السياسية لا يوجد أفق سياسي، إسرائيل مسؤولة عنه. الفلسطينيين دائما كانوا رئيس محمود عباس مستعدين للجلوس واستئناف المفاوضات وتواصلوا مع الأمريكان ومع الأمم المتحدة ومع كل الأطراف الأوروبية، ولكن إسرائيل ترفض. ففي المسار السياسي إسرائيل مسؤولة عن الأزمة، في المسار الاقتصادي إسرائيل مسؤولة عن الأزمة، في المسار الأمني عندما يجتاح الجيش الإسرائيلي كل مدن الضفة الغربية. وأريد أن أقول لك، قلت قبل أيام في جنين ومدينة جنين ومخيم جنين، وتحدثت هنالك إلى مسؤولين وقالوا لي في السابق كان الجيش الإسرائيلي كل أسبوع يبلغ رقم معين لمدة ساعتين ويدخلون ويخرجون. الآن الجيش الإسرائيلي إلي يعلم الأمن الفلسطيني أن هناك نشاط أمني في كل منطقة جنين أو نابلس، ولا يعطي مدة محددة إلى حتى إشعار آخر أو حتى مغادرة آخر دورية عسكرية إسرائيلية. وبالتالي هذا يعرقل عمل الأمن الفلسطيني في تلك المناطق. وتعرف أن الأمن الفلسطيني يسحب حتى قوات شرطة المرور من الشوارع حتى لا يتم الاحتكاك. هذا يقلل هيبة واحترام ومكانة أجهزة الأمن الفلسطينية لدى الفلسطينيين، وبالتالي الفلسطينيين يتوقعون من أجهزة الأمن أن تقوم بحمايتهم، فهي لا غير قادرة على حماية الشعب الفلسطيني، غير قادرة على حماية نفسها. وبالتالي هذا مكانة السلطة الإسرائيلية مسؤولة سياسيا واقتصاديا وأمنيا عن إضعاف وعن الوصول إلى هذه الحالة. وكذلك الاعتداءات أو من المستوطنين والاعتقالات والقبضة الحديدية التي تستخدمها إسرائيل في كل مرة يزداد عدد المطلوبين. أنت تعرف عندما يعتقلون بعض الشبان ليس لأنهم أطلقوا الرصاص، لأنه كتب بوست على الفيسبوك أو فيديو على التيك توك، وبالتالي لا يعتقد أنه هذا يعني إجراء أمن صحيح بهذا الشكل تجاه الفلسطينيين. وتتوقع بالآخر أنهم يعشقون بالورود أو أن يكونوا مؤيدين للسلام أو لا يتبنوا أساليب للدفاع عن أنفسهم. يعني برأيك أنت كل ما مرت به السلطة الفلسطينية وعلاقتها بهؤلاء هي المسؤولية المباشرة لإسرائيل. أعود لسيد ألون. سيد ألون، نتحدث هنا عن شباب أيضا دمجوا مع نشاطهم المسلح التواصل الاجتماعي، هذا ما أثره عندما يربطون هذا بذاك؟ هل ممكن أن يجذب ربما المزيد من الشباب الفلسطينيين إلى هذا النشاط أيضا بهذه الأمور؟ هي متعلق بكم مواضيع. أول شيء أنا بفكر إنه السلطة الفلسطينية في دور مهم بهذا الوضع. أنت لما توصل أو بدك تخليل على وادي الغاهن وبنشوف شو راح شو بيصير في الضفة الغربية، نحن بنشوف أو شايفين إنه في أكبر أو أكثر منطقة اللي عندها مشاكل هاي في أي بيصير في شمال الضفة، معناته في المناطق إنه السلطة الفلسطينية ما كانت أو ما وجدنا السلطة الفلسطينية هناك لمدة طويلة. السلطة الفلسطينية من ناحية مش مدنية، من ناحية عسكرية، السلطة الفلسطينية ما دخلت لمناطق معينة زي المخيمات لمدة سنة وسنة ونص. الأجهزة الفلسطينية ما زاروا مخيم جنين وما زاروا مخيم بلاطة من زمان، بس موجودين في رام الله، موجودين في بيت لحم. خليل هي منطقة لحالها من زمان، مش من اليوم، قبل السلطة وبعد السلطة. خليل تحت إدارة الحمايل وتحت إدارة أردن والقبائل وكذا. السلطة الفلسطينية مش موجودة في خليل النكت.
نقطة، بس في المناطق اللي دفية الأخيرة شمالية بتلحم ورام الله وتل كرم وريحة، الصورة الفلسطينية موجودة، الأجهزة الفلسطينية موجودة، بس ما كانوا في من زمان في مخيمات الشمال وفي جنين وفي البلد وفي بلد القديم. هذه نقطة وصلت. طيب نعم، النتيجة من أين يتلقون من أين يتلقون الدعم؟ يعني تارة نتحدث عن مستقلين أو كما يعرف ذئاب وحيدة، وتارة هذا المصطلح المتداول عالميا، وتارة نتحدث عن الجهاد الإسلامي. أم كيف العملية تسري بالضبط؟ أنا أفكر إنه إذا بتعمل مقارنة أو بتلاحظ شو صار في السنوات الأخيرة وشو بيصير اليوم، اليوم الشباب ما بيفحصوا أي تنظيم واقف وراءهم. في ناس إلهم علاقة لفاتح، في ناس إلهم علاقة لمنظمات الأخيرة زي حماس وجياد، وبس وفي مستقلين. المستقلين هم مجموعة كبيرة، ما يتعودنا لهذه الظاهرة. المستقيل، الشاب المستقيل بده يكون جزء من الفصيلة، بده يكون جزء من مجموعة، بده يكون مع تيك توك وكل وسائل الإعلام والتكنولوجيا، ونهائيا بده يكون معروف منشور في البلد. هاي جزء من اللعب. أذني العلاقة السياسية ما إلها أهمية من ناحيته زي كانت في السنوات، زي كانت في السابق. بده إنه يكون معروف منشور محترم في البلد، في الحارة جنب أصحابه في التيك توك، بس مش أكتر من هيك. بده بس هذا مش مهم إذا أمين سر إكليم نابلس بتلفن له ولا لا أو لا. هذا مش مهم. العلاقة المباشرة إلى كانت للشباب لفاتح أو لحماس كانت إلها أهمية محدودة، بس هي مش كل الدنيا يعني. نعم. طيب سيد محمد، أنا كنت أخطئ باسمك قبل قليل، أعتذر. سيد محمد، سمعت ما تفضل بها سيد ألوان. الآن ما هو بالضبط طموح وهدف هؤلاء المسلحين، هؤلاء الشبان؟ قال لك سيد ألوان قضية الدولة الفلسطينية وحل الدولتين انتهى وغير موجود، وهم الهدف الأولي الخاص بهم أن يكونوا تابعين لجهات ما، أن يكون لهم هدف قصير المدى، وأن يظهروا أنفسهم كمسلحين أو كمقاومين. طبعا بنظر إسرائيل هم معتدين، كل وجهة نظر تختلف عن الأخرى. ما رأيك أنت؟ يعني هناك نسبة كبيرة من المجتمع الفلسطيني هم من الشبان من جيل 20 حتى 30، وبالتالي هذه نسبة كبيرة لا يمكن تجاهل وجودها. لكن هناك أيضا غياب الأفق السياسي وكذلك البطالة. هناك الجامعات الفلسطينية تخرج كل عام أعداد كبيرة من الطلبة لا يجدون وظائف هنا، وهنالك من يضطرون ربما إلى الهجرة أو الحصول على تصريح عمل أو محاولة الحصول على تصريح عمل للعمل في إسرائيل. ولكن كما قلت لك سابقا أن سكان المخيمات الفلسطينية هم مستثنيون من قبل الأمن الإسرائيلي، لا يمكنهم الحصول على تصريح للعمل في إسرائيل، وبالتالي هم يعانون من البطالة وفي نفس الوقت يرون الإجراءات الإسرائيلية. أليسوا أيضا مستثنيين رسميا ويعانون من نظرة مختلفة تجاههم شعبيا؟ لا أعتقد هم يخدمون في أجهزة الأمن الفلسطينية وفي الوزارات، ولكن لا يمكنها استيعاب هذه الأعداد الكبيرة. أنت تتحدث عن آلاف، عن عشرات الآلاف من الشبان الفلسطينيين، والسلطة الفلسطينية بسبب الأزمة المالية منذ سنوات لم توظف موظفين جدد، وبالتالي غير قادرة على استيعابهم لا في أجهزة الأمن ولا في مؤسسات السلطة الفلسطينية الحكومية وغيرها، وبالتالي هنالك أعداد كبيرة من البطالة. قبل أيام تحدثت لأحد المدراء المؤسسات فأعلن عن وظيفة محاسب تقدم لها حوالي 2000 طلب عبر الإنترنت وبعثوا له يريدون التنافس على وظيفة واحدة. لا يمكن أن تتصور هذا في بلد أنه لا يوجد وظائف بهذا الشكل. ولماذا يقتصر الأثر على تلك المناطق كجنين ونابلس وغيرها من المحافظات الشمالية؟ نسبة البطالة مرتفعة في تلك المناطق. هنالك عديد من المخيمات وأعداد كبيرة من سكانها والمخيمات، وقوة التنظيمات الفلسطينية كالجهاد الإسلامي وحركة فتح والفصائل الأخرى هي أقوى هنالك في شمال الضفة الغربية من جنوبها ومن الوسط،
وكذا قلت لك أن هنالك غياب الأمل، لأن أيضا الرئيس عباس تبنى نهج المفاوضات مع إسرائيل، وهذا النهج لم ينجح منذ أن قدم إلى السلطة من عام 2005، ولا يوجد نهج بديل. وفي نفس الوقت يرون اعتداءات المستوطنين اليومية، لا يوجد بديل، وهناك أيضا تخوف من أن تهيمن الفصائل كالجهاد الإسلامي وحماس وتتغلغل أكثر فأكثر. كان بودي أن أناقش أكثر لكن للأسف انتهى الوقت. أشكركم السيد محمد نجيب المحلل المختص بالشؤون الأمنية والسياسية، وسيد ألونا فيتار وهو مستشار شؤون العربية في وزارة الأمن الإسرائيلية. شكرا جزيلا لكما.